والجيوب الأنفية عبارة عن تجويف موجودة داخل الجمجمة وخلال عظام الوجه. الجيوب أو التجويف دي بتكون مليانة بالهواء وبتتصل بتجويف الأنف اللي هو نزل كافيتي. عدد الجيوب الأنفية 4 وتتسمى بناء على أسماء العظام الموجودة خلالها. ففي عندنا الإسمويد ساينسز والمجزيلاري ساينسز والإسفنويد ساينسز والفرونتال ساينسز. أول حاجة هنتكلم عنها هي الإسمويد ساينسز، وعلشان نفهم الإسمويد ساينسز كويس لازم نبص بصة سريعة على تشريح الإسمويد بون، واللي شرحناه قبل كده وموجود على القناة من ضمن فيديوهات عظام الكرينيوم. المهم ان الاسمويد ساينسز بتكون موجودة خلال الكتلتين الموجودين على الجانبين، واللي اسمهم lateral masses او lateral labyrinths، وعددهم من 13 ل 18 خلية بيتقسموا لمجموعتين anterior group و posterior group. التصريف الخاص بالanterior group بيبقى عن طريق الميدل نازل ميتس، وتصريف البستيريور جروب بيكون عن طريق السوبيريور نزل ميتس. بيفصل ما بين الانتيريور جروب والبستيريور جروب جزء اسمه بيزال لاميلا، الصفيحة القاعدية، ودي صفيحة عظمية بتوصل ما بين الميدل نزل كونكا والجدار الداخلي للعين واللي اسمه لامينا بابريشيا.